قالت مثلا انه عمرو خالد ياخذ 2.5 مليون دولار تقريبا، طارق السويداني ياخذ 1 مليون ومدري كم دولار من نشاطه الدعوي وبرامجه الدعويه. أعتقد أن الثورات تؤدي إلى خراب، تؤدي إلى تدمير، تؤدي إلى مصائب في الشعوب. إن لم تتوفر لكم الحقوق فجاهدوا وكافحوا وناضلوا وابذلوا الدم وكل الوسائل للوصول إلى حقوقكم.